نبدأ بيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بشرك أستاذ. لاباس أستاذ. راك وحدك ولا كاين اللي معاك؟ أنا مع كوليك. يلاه واش راح دير اليوم؟ إن شاء الله راح نعقبوا الحفلة تاع مرنيز. إي واش راح الدور تاعك المساهمة؟ نلعب في آلة البيانو. الله يبارك معاه. فرقة ولا؟ المايسترو. رامي. شاب رامي المايسترو. إي الله يبارك. يبارك فيك. يسمى راك تدخل في روحك في المود درك. ايه. ايه ادخل ادخل. واش هي هذا؟ الصوت راه قاطع لي. ايه. سعيد سعيد سعيد. ديري ديري شويه صوت راح نصور. صوت تفتح الصوت. هاتلو الصوت رشيد راه عليك. خلي حتى نفتحوا لاسمو الشيخ. ايه روح روح برك. اكيد لي برك على جدي ياسين وقسم ما تصوروش الله يستر. ايه خلاص. أرواح كل اللي أنا أقول لك أرواح أرواح وين هرب أرواح. قول وش تقول؟ نقول ربي يحفظ السكان المسيلة وعلى رسم الأخ رشيد بن مرنيز على هذا الاستضافة الطيبة وعلى هذا المهرجان إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله وربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا. شي خالد جيت أنا سي فؤاد. اهلا وسهلا بكم.
قول لي راه عجبك الحال ولا مش عجبك الحال؟ ها؟ جاوبني عجبك الحال ولا ماهوش؟ صح. بعث لنا فوتو كوزير ماشي فوتو ولا فيديو ولا بعث لنا الاخر يبعث لنا فيديو مطرب حط فيه حط فيه علم مباشر حط فيه هكذا وين رايح؟ واش تقول رشيد واش تقول رشيد ها واش تقول لرشيد واش بيها واش تقول له رشيد ايه ايه سيدي المعرفه راه كل الاقرب يا حرحات يا حي ولا بركاته معوضه يا ترى يا اخي بركاته جمال ديك اللي جمال جمال العود العود حاج اشرا قعدت فيها الجاه احفرتوني قال لي قول لي واش تقول رشيد بارك الله فيك ها واش تقول رشيد شجعوا ايه نقول رشيد ربي يهديه ربي يهديه عندي 35 سنه وانا معاه وهو انا الدنيا واش يا خويا الحمد لله كل الرحمه جايه قعدتوا فيها انتم وقت معاك بالدراع جاك معانا الحاج انت بدبوس ولا وش راك شركة مسؤول وش راك منك خير هذا شيء السلام عليكم. السلام عليكم. واش تقول لعبد الرشيد مرنيس؟ نهنوا على الاحتفالية الراقية جدا والتراث اللي دائما عرفنا بالمنطقة وعرفنا بالأصول تاعنا وصلتنا. بارك الله فيك. أنت أستاذ؟ أستاذ عبد الرشيد فاس من فرسان الحضنة ربي يوفقه إن شاء الله. شكرا. الدور تاعو أكبر. إن شاء الله يا ربي. من اللي معك اللي هي في الوسط؟ يا الاستاذ دخان ايه الاستاذ محفوظ دخول واش تقولوا واش تقولوا تربيه وتعليم مش قاعدين ولا الله يبارك واش تقول يا استاذ يا خويا نعمه بارك الله فيكم على الله يبارك فيك شكرا انا نقول يا ياي والراس عاي شكرا سي عقاب استاذ عقاب يا هذا احنا شط ناخذ الندوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم واش تقول عبد الرشيد عبد الرشيد مرنيز واش تقول له واش عبد الرشيد مرنيز راه صديقي ايه نقول له ربي يعاونك كيف راك تحيي في التراث هذا يعني في الحقيقه راك تغدى وحدك في الحضنه هنا يعني قال وحيد يعني اللي راه يحيي في هذا في هذا المجال هذا ان شاء الله نشكره وبارك الله فيه وربي يعاونه ان شاء الله امين يا رب العالمين سعيد باس ولا واش تقول عبد الرشيد واش تقول المرنيس واش نقول واش تقول المرنيس شجعوا ربي يبارك له راه مازال ايه راه مازال شاد المان هو ان شاء الله ايه خير يا استاذ الله يبارك
وانت واش تقول له؟ واش تقول عبد الرشيد مرنيز؟ ها؟ ما تقول له ما يقول لك؟ هاك فرحان هاك عجبك الجو ولا؟ عجبني الحمد لله. ان شاء الله. اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم. هذاك هو ديابه ما نعرفوش. سير الداوي واش تقول رشيد؟ واش تقول رشيد؟ ولا رشيد؟ وين مرنيز الشيف دوكا؟ رشيد رشيد راجل حل. رشيد راه من القلائل اللي راهم شادين مال في التراث. راه رمز من الرموز تاع منطقة الحضنة، رمز من الرموز تاع الغناء الصحراوي البدوي، وراه يسعى باش يحافظ على هذا الموروث الثقافي هذا تاع الياياي، رغم انه قلة الحيلة وقلة المساعدة والدعم سواء الرسمي ولا غير الرسمي. نتمنوا انه الناس تحط يدها في يد عبد الرشيد مرنيز ويحافظوا على هذا الموروث الثقافي تاع الياياي احسن ما يديوه ناس اخرين. صح، بارك الله فيك. اسمع عبد الرشيد هذاك المقام اسمعوه. حيرني شفتو المسكين يغني ويتمحن كيما العبد اللي مهموم. وانت واش تقول لعبد الرشيد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير وشراب. لاباس عبيسك. عبد الحميد جا ولا ما جاش؟ من عبد الحميد؟ ما جاش. مشيتي. ايه ما جاش مازال. صاحب. مليح صاحبك سي عبد الحميد. عندك تليفون تاعه ولا؟ عندي في الصحراني مريض من عينيا. ايه ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. انا الشيخ انا. ها؟ انا الشيخ. ايه الله يبارك. بارك الله فيه والله راه يرشد ومشكور وللفاميليا راه يحوش الحصاد وعيط الناس واكرمهم وعجبني مرة لي من دار حصة خاصة بالزوالي وبالعيسى الممتع والحي. بارك الله فيه وبارك الله فيه. شكرا. عبد الرشيد واش تقول له؟ مرنيز يحيي التراث. ايه راه يحيي التراث مش مولي عليه اللور خلاص. ايه والله غير عقب وقدام. الله يبارك. مازال نقاه هو لا خطا لا والو. مازال هو برك في البلاد هذه. ايه. مازال هو برك راه يدور. ايه الله يبارك. عبد الرشيد مرنيز. ان شاء الله ربي يطول في عمره والله العظيم. ورا بيك زعما جبتيه. زهينه. بعد يقمع لوش. بس هو يحب الفن هذا. روح جيبيه. نزل عليه. واش تقول عبد الرشيد؟ عبد الرشيد واش تقول له؟ انا عبد الرشيد مرنيز.
برميز وش تقول له؟
فاشهدوا نترحم على سادة الأرض أجمعين شهداء الجزائر الميامين الذين اختطفت رمال الصحراء دماءهم الزكية الزاكية لتنبت بين فناها وثراها حشدا شعبيا مقدسا كل عين ترد على قدر حبها لك مساء الخير على من يملؤون القلب والعين حضورنا الكريم جميعا حياكم الله وأحياكم وأبقاكم للأمة ذخرا حللتم سادة عينا ونزلتم قلبا فحيا هلا بكم هنا في قاعة سينما الفضلة تحت الرعاية السامية لمعالي وزيرة الثقافة والفنون والسيد والي ولاية مسيلة وبإشراف مديرية الثقافة والفنون لولاية مسيلة نعم طبعا تنظم الايام هو جمعيه ديوان اشعار الحضنه للولايه تنظم الايام الوطنيه للقصبه والناي في قعده اليايات طبعتها الثانيه تحت شعار قوتنا في تلاحمنا وتميزنا في ثقافتنا وتزامنا والاحتفاليه بذكرى نوفمبر الخالده 1967 بقياده الفنان القدير وعميد الاغنيه البدويه منظم المهرجان السيد عبد الرشيد برنيز اذا تحت تصفيقاتكم راح نستقبلوا عميد الاغنيه السيد عبد الرشيد برنيز مشكور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين باسمي الخاص وباسم اعضاء جمعيه ديوان اشعار حضنه وباسم الفنانين والمثقفين والاعلاميين والسكان ولايه مسيله نرحب بسيد المفتش العام للولايه والسيد مدير الثقافه والاخ سعد مدير المجاهدين سابقا والاخوه اعضاء النواب البلديه وبخصوص الحضور وتحت اعلان ذكرى نوفمبر الخالده وشعار تميزنا في تنوع ثقافتنا وقوتنا في تلاحمنا والاسلاف او الامجاد نبني بالأجداد نبني تاريخ الأمجاد أو بالعكس بالأمجاد نبني تاريخ الأجداد وفي هذه المناسبة السعيدة ديوان أشعار حضنة منظم الطبعة الثانية التي نتمنى أن تكون فيها الخير على هذه الولاية ونحمد الله على هذه النعمة التي نتمناها أن تتكرر واحذروا جميعا ونكون محذرين مما يحاط بنا وبالجزائر وأن نكون جنبا لجنب ووقفا للوقف وبهذه المناسبة أحيل الكلمة للسيد مدير الثقافة فليتفضل مشكور سعيدتين الأولى هي ذكرى انطلاق الدورة التحريرية المظفرة أول نوفمبر 1954 أما المناسبة الثانية فهي تنظيم الطبعة الثانية للأيام الوطنية للقصبة والناي في قعدة الياياي التي أردناها أن تكون متزامنة مع احتفالات ذكرى نوفمبر المجيدة هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية ديوان أشعار الحضنة لولاية مسيلة في إطار المشاريع الثقافية الناجحة المدعمة من طرف وزارة الثقافة والفنون. ستكون تحت رعاية السيدة الوزيرة والسيد والي ولاية مسيلة. كما تندرج هذه التظاهرة في إطار المحافظة على التراث الثقافي وترقيته وقصد تفعيل تنشيط الساحة الثقافية فلا يفوتنا
أن الفرصة لتذكير الأجيال الجديدة بتاريخ الجزائر من جهة، وكذلك تعريفهم على هذا الفن الأصيل الذي يعتبر من روافد الذاكرة الوطنية، ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشخصية الجزائرية. الأكيد والمسلم بأن الأمة التي لا تحافظ على تراثها وتعرض نفسها لفقدان، سوف تعرض نفسها لفقدان الذاكرة، وتكون قد قطعت رافداً هاماً من روافد التراث الضارب في أعماق التاريخ. لذا نشيد ونهيب للشباب للعودة إلى التراث والحفاظ عليه. سوف تتخلل هذه الأيام الوطنية للقصبة والناي وقعدة ياي استعراضات للفرق الفولكلورية، حفل افتتاح متنوع من خلال أغاني بدوية متنوعة، قراءات شعرية بالشعر الشعبي. سوف تكون ندوة فكرية حول الموسيقى الصحراوية بمشاركة باحثين وفنانين. لا يفوتني أيضا في هذه المناسبة شكر وتقدير الفنانين الذين أتوا من خارج الولاية، وكذلك المحليين الحاضرين اليوم معنا لمساهمتهم في إنجاح هذا العرس الوطني وهذه الذكرى للحفاظ على الذاكرة الوطنية. أشكركم جميعا وأكرر الشكر للسيد المفتش العام للولاية، وأشكر السلطات الولائية على مساعدتهم وعلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه التظاهرة الفنية. كما أشكر كل العاملين الساهمين في خدمة الثقافة متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة في هذا الحفل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. الفنانة القديرة من الأغنية البدوية رفيق حفنة بأحلى وأجمل الوصلات الغنائية بمناسبة ذكرى الاحتفال باندلاع الثورة التحريرية المجيدة، فليتفضل. مشكور. أولا وقبل كل شيء نحيل الكلمة للسيد مفتش العام لولاية تمسيلة لإعطاء الكلمة الافتتاحية للمهرجان، فليتفضل. مشكور. تفضل أستاذ. الذي تزامن واحتفالات بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية في 3 نوفمبر 1954، مع فعاليات الطبعة الثانية للأيام الوطنية للقصبة والناي في قعدة هيائية تحت شعار مهم جدا خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها بلدنا الحبيب. وهذا الشعار هو قوتنا في تلاحمنا وتميزنا في تنوع ثقافتنا. هذه الأيام الوطنية التي ستدوم من 29 إلى 31 من أكتوبر 2021 نتمنى أن تكون من الأيام من الفعاليات التي تحيي تراثنا وتحيي تقاليدنا وعاداتنا، ونتمنى أن تكون بالنجاح المرجو لها. هذه الفعاليات التي تنظمها جمعية ديوان أشعار الحضنة التي نشكرها جزيل الشكر على هالمجهودات التي تبذلها في هذا المجال، ونتمنى لها النجاح والتوفيق في أعمالها. إذن دون أن أطيل عليكم باسم السيد الوالي ونيابة عنه،
أعلن رسميا عن افتتاح الأيام الوطنية للقصبة والناري في قعدة إياياي، متمنيا للفنانين التوفيق ومتمنيا للحاضرين الاستمتاع بهذه الأيام، وشكرا لكم. رفرف في قلبي بكسور وسوانع، رفرف في قلوب الرجال والنسوان، وحنان عنده بمغامر
عنا
السدة واللي تاريخنا صنعه الطالب بن عيسى. بن عيسى خلاق صايد مشهودة في صوادي اللي يبدع في المجال، ولا ننسى مرميز سيدي كم نجدة نقمتنا تبريز ساق من الإعلام، ومحمد بوضياف ورجال الهبدة والأخضر حامينان مدوا بها مثال علماء وأقطاب ياسر في البلدة، وما نقدرش نعدهم هذا محال، وناس تسمح من لا فقرت ولا جحدة نخلتنا مزالها تضمر مزالها. تحضنا يا ساكنة وسط الكبدة، ومن أعشق يا زايخة مثلك محال تبقى يتفوحي بعطرك يا وردة، نعيد تعيشي ما بيناتنا هما ودلال، مزالك آثار مجدك موجودة يشهد عنك دلوك صحراء وجبال. شمر يا دجيل شمر على الزلفة، وانا واخدم يا بني تربح والدال، وتمهلني بالعقل وحدة وحدة وكل معلم لا طوعك يقال، كلمة حق نقولها لك لا جهدة، المتقصر ما يعيش جد تختال، عاوني ونعاونك ما يبقى داء، بعد تولي بلادنا في أحسن حال، ونحيي هذا الوطن بلدة بلدة، الجزائر كاملة تتعدى أبطال، والصلاة تعلن بنور الهدى، محمد شفيعنا يوم الدوال، شكرا لكم بارك الله فيكم. أتتبايعوا كاع الدول والتحليلية، يستاهل وطن الجزائر يسواها، الوطنية سبلوا الأحمر عليه، والظلام تحمل كاع بلاها، انصر يا ربي الرجال اللي تحميه، وهنية كون بالعمل معاها هدية في البحر على I'm gonna make it.
يسلم هذا السيد المفتش العام للولاية اللي تفضل مشكور الحاجة الزوجة تاعو مبروك الحاجة نائب رئيس السيد مدير الثقافة فليتفضل مشكور السيد المسكون شكرا ثانيا مدير المسلمين يتفضل مشكورا خدمات كبيرة من الثمانينات في الجمعية أول مرة يكرر سلم على السيد مدير دار الثقافة السيد عدلي فؤاد يتفضل مشكورا مبروك عليك خطيب سعد مؤسس قدير عضو فعال في الجمعية ظروفه الصحية أبعدته عنا ولكن اليوم نحن تفكرناه وهو بيننا اليوم من النصاب الأوائل لفرقة ديوان أشعار العظمى له باع كبير حصل مع الجمعية عند الجلالة تسليم مهارة السيد سعد حشبة يسلم هذا إطار سابق الولاية يقدم هنا السيد سعد الخطيب فليتفضل مشكور في ساعة التقيت به في عين بسام في قسم ست شكرا إذا العين ما ذا تدي أضرب
Yeah.
الأشياء القائمة ما عندك نقراها اكتب يا تاريخ كلش بالتفصيل وفسر معناي يا قول لهم على هموم نصينا وعلى المرة اللي احنا يا جمعناه وقول لهم كيفاش كانت ثورة لنا وروي عن كيف احنا تجاه البناء وقول لهم على هموم قاسينا وعلى المرضين ما يجمعنا قول لهم كيفاش بينا دورتنا يا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.
ولنا كل الامكانيات ونشرف الولايه تاعنا ونشرف الوطن تاعنا بحول الله. يا طيب 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 يا ط
يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة
شايك في الحفلة اليوم؟ الله يبارك. وشكون اللي عجبك بزاف؟ برنيز وهذاك اللي كان يغني دوكا. ايه. الله يبارك ما شاء الله. شكرا. ربي يجزيهم بخير ان شاء الله. أرواح وش تقول اليوم في الرحلة؟ وش تقول اليوم؟ ها؟ وش تقول فيما شاهدت؟ أنا لحقت الرطار ما كنت لها. إيه لا لا الحمد لله الحمد لله بلادنا بخير وتعود بسيدة بخير والجزائر كل بخير وتخلوا في الفنانين وخاصة الدور الساكية حتى هي نصر الخلالي ودعمتي عبد الرشيد مرنيس قدم لهم التحية من ولاية المسيلة لولاد جلال كامل إن شاء الله. سعد مجيد واش قلنا؟ واش قلنا السهرة هذه؟ عجبك الحال ولا ما عجبك؟ عجبني واحد أنا وياك تاعي. إيه معليش معليش دوك ندير. إيه الحاج بطاط كوراج